خليني بسألك عن بطولة المنتخبات تحت 20 سنة منظور آخر. نقول أن السعودية استضافت أحداث عالمية كثيرة، وبين قوسين توجتها بلمة عربية في بطولة غابت لسنوات. والله الحمد لله أولا على كل هذا. أعتقد فعلا يعني القطاع الرياضي اليوم يشهد دعم واهتمام ورعاية وعناية، الحقيقة الكل يفخر ويعتز بها، ولذلك نجد أنفسنا أمام عمل كبير يجب أن يواكب هذا الدعم وهذا الرعاية. وأعتقد أن استضافة هذه البطولة هي استمرار للاستضافات الكبيرة للمملكة. نأمل إن شاء الله كل التوفيق والنجاح للأخوة والزملاء في اللجنة المنظمة لهذه البطولة أن يحققوا كل تميز إن شاء الله، ونثق إن شاء الله أنهم سيظهرون بالشكل الذي يليق بأهدافها أيضا. كيف كان تجاوب المنتخبات لما تم إرسال الدعوات للمشاركة؟ يكفي أنك تعرف أن هذا أكبر عدد يشارك من المنتخبات العربية، هذا دليل على تجاوب ودليل على حاجة لدى هذه المنتخبات.